أعزائي طلاب مدرسة أورينت الافتراضية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونتابع معكم سلسلة دروس مادة الأحياء الصف الثالث الثانوي العلمي بالمنهاج الليبي، وما زلنا نتحدث في مواضيع الوحدة الثامنة وهي التقالي الحيوية. تحدثنا في الدرس الماضي عن كيف يعمل البنسلين وما هي الإشكاليات التي تحدث عند استخدام المضادات الحيوية على نطاق واسع، من تطور لسلالات مقاومة للبكتيريا ضد المضادات الحيوية. وشرحنا في آخر الدرس أيضا الفرق بين المناعة ضد المرض والمقاومة للمضاد الحيوي، وكنا أشرنا إلى أن كثرة استخدام المضادات الحيوية يؤدي إلى إنتاج سلالات مقاومة من البكتيريا لهذه المضادات، ولذلك يجب استخدامها بحذر وتحت إرشاد أو تحت إرشادات الطبيب المعالج. وقلنا أنه بنتيجة ذلك ظهر بين البكتيريا وبين الإنسان حقيقة المسبب الأمراض منها ما يشبه السباق للتسلح، فكلما طورنا أو طور الإنسان مضادات حيوية جديدة طورت البكتيريا فيما يبدو مقاومتها لهذه المضادات. ويحاول حقيقة الأطباء الاحتفاظ بواحد أو اثنين من المضادات الحيوية كاحتياطي للاستعمال فقط في الحالات التي تفشل فيها كل المضادات الحيوية الأخرى في التخلص من الكائن الحي الدقيق الممرض. وهناك باتجاه آخر بحث مستمر عن مضادات حيوية جديدة، خصوصا تلك التي تؤثر بطرق مختلفة تماما عن الطرق المستعملة حاليا. سنتحدث كما قلت اليوم عن موضوع تقييد الأنزيمات. نقصد بتقييد الأنزيمات أي تحميلها إلى حامل بحيث يحميها من التأثيرات الخارجية. رأينا في الدرس قبل الماضي أن هناك أمثلة من خلال الجدول الذي أمامكم قليلة حقيقة للمدى الواسع للاستعمالات الأنزيمات في الصناعة. الأنزيمات باهظة الثمن لأن كلفة إنتاجها غالي، وليست هناك شركة ترغب باستمرار في شرائها مرة تلو الأخرى إذا كان بإمكانها بطريقة ما أن تعيد تدويرها، يعني استعمالها لأكثر من مرة. إحدى أفضل الطرائق لإنجاز عملية التدوير هذه إن صح التعبير عنها هو تقييد الأنزيمات أو تحميلها. يبين حقيقة الشكل التالي إحدى الطرائق التي يمكن فيها تقييد أو تثبيت أو تحميل الأنزيمات. يمزج الأنزيم مع محلول لألجينات الصوديوم، ثم تضاف قطيرات صغيرة من هذا المخلوط إلى محلول من كلوريد الكالسيوم. يحدث تفاعل بين ألجينات الصوديوم وكلوريد الكالسيوم ويتكون أولام يحول القطيرة إلى كرية صغيرة. طبعا هذه الكرية تحتوي على الأنزيم، هذه الكرية الأولامية تحتوي على الأنزيم، وبذلك يصبح الأنزيم مكبلا داخل الكرية أو مقيدا. يمكن تعبئة هذه الكريات الصغيرة برفق داخل عمود، ويمكن السماح لسائل يحتوي على ركيزة الأنزيم بالتسرب بشكل مستمر على هيئة قطرات. على هيئة نقاط أو قطيرات من خلال هذا العمود، وبمرور ركيزة على سطح الكريات الصغيرة فإن الأنزيمات في الكريات تحفز تفاعلا من شأنه
أن يحول الركيزة وهي مادة التفاعل إلى منتج وهو ناتج التفاعل. يستمر المنتج في التقاطر إلى أسفل العمود ليخرج من القاع حيث يمكن تجميعه وتنقيته. يمكن كما في الشكل مثلا تقييد إنزيم اللاكتاز بهذه الطريقة، ثم يسمح بمرور الحليب من خلال عمود الكريات المحتوي على اللاكتاز. يقوم اللاكتاز بحل سكر اللاكتوز في الحليب مائيا إلى جلوكوز وغلاكتوز، ولذلك يكون الحليب الخارج من هذا العمود خاليا من اللاكتوز، ويمكن أن يستعمل لتصنيع منتجات البان بدون سكر اللاكتوز ليستعملها أولئك الذين لا يستطيعون هضم اللاكتوز. يمكنك أيضا عزيزي الطالب أن ترى أن هذه العملية لها عدة مزايا واضحة مقارنة بمجرد خليط أو بمجرد خلط الأنزيم مع الركيزة أو مادة التفاعل. إذا قمت فقط بمزج اللاكتاز مع الحليب فهناك ستواجهك بالحقيقة مهمة غاية في الصعوبة، هو أولا استرجاع اللاكتاز مرة ثانية فإننا سنفقده، ولم يقتصر الأمر على فقدان اللاكتاز ولكن الحليب أيضا سيكون ملوثا بهذا الأنزيم. استعمال الأنزيمات المقيدة أو المثبتة أو المحملة على كريات الجيلاتين هذه يعني إمكانية حفظها وإعادة استعمالها، وأن المنتج سيكون خاليا من الأنزيم. إذن هناك عدة فوائد: إمكانية حفظه، إعادة استعماله، ومن ثم أن المنتج سيكون خاليا من الأنزيم. والميزة الأخرى حقيقة لهذه العملية أن الأنزيمات المقيدة تكون أكثر تحملا للتغيرات في درجات الحرارة وأيضا التغيرات في تركيز الأسيل هيدروجيني قيمة الـ pH من الأنزيمات الموجودة في المحاليل المائية، حيث أن هذه الكرات تحميها من تأثير درجات الحرارة وقيم الـ pH غير المناسبة جزئيا بالنسبة لهذا الأنزيم. قد يرجع هذا جزئيا إلى أن الجزيئات تظل على شكلها لأنها مثبتة بإحكام في الألجينات التي تكون منغمسة فيها، ولذلك فإنها لا تتعرض لتغيير أو لتغير في طبيعتها بسهولة. وقد يكون ذلك أيضا بسبب أن أجزاء من هذه الجزيئات المنغمسة في الكريات لا تتعرض كلية للتغيرات في درجات الحرارة كما قلنا سابقا أو قيام الـ pH أو تركيز شوارد الهيدروجين أو ما يطلق عليه الأس الهيدروجين. المهم في هذه الحالة لخص مزايا استعمال الأنزيمات المقيدة عوضا عن المحاليل المائية للأنزيمات. إذن الجواب كنا قد ذكرنا أهم مزاياها: هذه الطريقة إمكانية حفظ الأنزيمات وإعادة استعمالها، وأن المنتج الذي نستخدم به الأنزيمات سيكون خاليا من الأنزيم، كما أن هناك كما قلنا ميزات أخرى أهمها أن هذه الأنزيمات تصبح أكثر تحملا للتغيرات من تغيرات درجة الحرارة وتغيرات قيم الـ pH، حيث أنها محمية ضمن هذه الألجينات فهي لا بذلك لا تتعرض لتغيير في طبيعتها بسهولة. أيضا أن هذه الجزيئات بانغماسها لا تتعرض لدرجات الحرارة الموجودة في الأوساط التي تعمل بها وكذلك قيم الـ pH. هذا باختصار. سنتحدث الآن عن موضوع آخر وهو أشرطة الغمس والمجسات الحيوية اعتمادا على فكرة تقييد الأنزيمات. يمكن استعمال الأنزيمات المنتجة صناعيا لاختبار مستويات المواد المختلفة في سوائل الجسم، فمثلا أنزيم الأكسيداز أكسيداز الجلوكوز أو ديهيدروجيناز الجلوكوز الذي يستخدمه المصابون بمرض السكري لاختبار مستوى الجلوكوز في الدم أو لمراقبة ما إذا كان البول يحتوي على أي جلوكوز، وهذا هو الشريط الذي بالأعلى، يقيد
أكسيداز الجلوكوز، يقيد أكسيداز الجلوكوز ويثبت في وسادة صغيرة على سطح شريط للغمس، فعندما يتلامس الإنزيم مع الجلوكوز فإنه يؤكسده محولا إياه إلى مادة تسمى جلوكونو وجلوكونو لاكنون، بالإضافة إلى تكوين فوق أكسيد الهيدروجين. تحتوي الوسادة الصغيرة أيضا على مادة كيميائية لا لون لها، وعندما يتكون فوق أكسيد الهيدروجين فإنه يحول هذه المادة الكيميائية إلى مادة أخرى ذات لون بني، وبالتالي كلما كان الجلوكوز الموجود أكثر كلما نتج كمية أكبر من فوق أكسيد الهيدروجين، وكلما بالتالي أصبح اللون أكثر غمقا أو أكثر دكانة، يصبح اللون بمعنى أدكن يعني بني غامق. يستخدم أغلبية مرضى السكري حاليا طريقة اختبار للجلوكوز أكثر تعقيدا من المجسات التي ذكرناها، وذلك باستعمال مجس حيوي أو محس حيوي. وكما هو في شريط الغمس فإن المحس الحيوي يعتمد على استخدام إنزيم أكسيداز الجلوكوز المقيد الذي يحول الجلوكوز إلى غلوكونولاكتون. مثل هذا التفاعل يحدث تيارا كهربائيا ضعيفا. هذا التفاعل بدلا من الاعتماد على كمية أكسيد الهيدروجين فإن هذا التفاعل سيحدث تيارا كهربائيا ضعيفا يلتقطه قطب كهربائي على شريط الاختبار، وكلما كان كمية الجلوكوز الموجودة أكبر كلما كان التيار أقوى، وبالتالي يسجل هذا التيار على مقياس يعطي قراءة لتركيز الجلوكوز الدم خلال ثواني. لو سألنا أنفسنا ما هي أهم مميزات استخدام محس حيوي إلكتروني لقياس مستويات الجلوكوز بالدم عن استخدام شريط الغمس، طبعا يعطي سهولة بالتعامل، وبالتالي لا يتطلب عينة بول، ويقيس التيار كما قلنا اللي موجود في الجسم، بينما يؤثر على النتيجة السابقة عملية التحليل يجب أن تكون في الصباح الباكر، ما بينما التحليل لمراقبة مستوى السكر في الدم ممكن قياسه في أي وقت من اليوم بوسط المحس الحيوي ما بين أشرطة الغمس، فالنتيجة الأصح يجب أن تكون في الصباح الباكر.